السلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فنشرع بتوفيق الله تعالى وعونه في هذه الحصة المباركة في موضوع قواعد الفقه من خلال نظم الشيخ الزقاق رحمة الله عليه الموسوم بالمنهج. قبل أن نشرع في حصتنا نذكر على عادتنا بما تقرر في الحصة الماضية مدارسة لها، فنقول القاعدة الأولى من القواعد التي درسناها هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ أي نعم، أصولي ومجال وفقهي، والأصل فيها أصولية. الأصل فيها أنها أصولية، ولكن الفقهاء أخذوها ليطبقوها على المعاملات تماما. طيب، هذه القاعدة لها فروع، ذكر المؤلف لها طائفة من الفروع. الفرع الأول هناك من فصل فقال الألف واللام في الكلب إذا كانت الحقيقة يتكرر الغسل. أي نعم، المقصود بالغسل هنا هو التسبيع. المقصود بالغسل تسبيعه عند مالكية ندبا وعند الجمهور وجوبا. نعم، الثاني من الفروع كلما دخل إلى المسجد ينبغي له أن يصلي تحية المسجد، وإن قلنا لا يفيد التكرار فيكفيه المرة، أي المرة الأولى تماما. وهذه أيضا فيها تفصيل، التفصيل على حسب ما ذكرنا نعم تماما. الفرع الثالث من هذه الفروع ينبغي أن نعبر يسن له، لأن هذا ليس بواجبين، وإذا قلت عليه فإن هذه العبارة توهم الوجوب. هل يسن له أن يحكي مع كل أذان أم يكفيه حكاية الأذان الأول؟ والراجح في هذا الفرع كذلك أنه يكفي أن يحكي مع الأذان الأول للقاعدة التي ذكرناها. ما هي القاعدة؟ تذكرونها؟ قاعدة أحسنتي، تمام، عرفتم القاعدة هذه قاعدة نرجحت الشطرة الثانية. الفرع الذي بعده لمن؟ للمازري. المعلمة والمتعلمة تكفيه سجدة واحدة، تكفيهما أو تكفيهم سجدة واحدة. فرع الذي بعده تفضل. انتهت الفرع. القاعدة التي بعدها، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ قيل نعم، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك للقاعدة التي درسناها في مطلع هذا النظم، وهو تماما. فتلك القاعدة هي انبثقت من هذه القاعدة.
المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذا والراجح في هذه القاعدة. ولهذه القاعدة أيضا فروع، فرع الأول من هذه الفروع. نعم، حالف الزوج الذي حلف أن يتزوج زواجا فاسدا، نعم، هل يبر في يمينه أم لا؟ نعم، إذا قلنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فزواجه يكون فلا يخرج عن يمينه، بمعنى لا يبر في يمينه، لأن هذا الزواج لا يعتبر شرعا، وإذا كان لا يعتبر شرعا فيبقى على حنيفه حتى يتزوج زواجا معتبرا شرعا. تماما. الفرع الذي بعده، تفضل شيء حدث من الإخ بنات نعم 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 تمام. وكذلك الفرع القاعدة التي بعدها قد كنا نعم الفئة هي الفرع الذي بعدها، يعني أقل فرع. تفضل الفرع. نعم 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 تمام. وكذلك ثم القاعدة التي بعدها والتي شرعنا فيها، وهي قاعدة نعم، هل ما قارب الشيء يعطى حكمه أم لا؟ نعم، لهذه القاعدة أدلة، وذكرنا طائفة من تلك الأدلة، من هذه الأدلة التي استدل بها عليها، من هذه الأدلة نحاول نذكر بعض الأدلة. نعم لا، الأدلة لثبيت هذه القاعدة. مع من أحب، هذه التي ساقها كما ذكرنا الإمام رحمه الله تعالى، فقد ساق طائفة من هذه الأدلة التي يستأنس بها على الأقل. على كل حال واضحة الأمور، فروعها هذه القاعدة لها فروع كثيرة كما سبق، وذكر المؤلف طائفة متعددة من هذه الفروع بلغت كم؟ 24 فرعا. الفرع الأول ما هو؟ الذي نوى. نعم، المقصود بالإنسان الذي نوى قبيل الصلاة. نعم، نوى قبيل الصلاة ثم دخل فيها. نعم، صلاته صحيحة لأنها لم تقارن تكبيرة الإحرام. نعم نعم، إذا قلنا ما قارب الشيء فأحرمه فصلاته صحيحة. نعم صحيح. نعم. أما إذا نوى على الصلاة فهي باطلة الاتفاق. نعم تماما. فهو كذلك، إذن هذا الفرع الأول، هو في الحقيقة إذا كان نوى من قريب فالراجح أن نيته هذه تكون معتبرة، أما إذا كانت المسافة طويلة فإنه لا تعتبر نيته هذه، وعليه الصلاة التي دخل إليها بهذه الصورة تكون باطلة. نعم، الفرع الذي يليه. نعم، الاستجمار، كمن قضى حاجته وأراد أن يستجمر. نعم، حاله أن محل قد انتشرت فيه قرينة من النجاسة. نعم، ذلك فيه أن يقتصر الاستجمار أم لا، على شطير القاعدة يقولنا لأن ما قرد الشيء لأنه يكفي الاستجمار، لأن ما قرد الشيء لا يعطى حكمه وإنما يعطى نفسه عليه استجمار. نعم، هذا جواب صحيح ولا فيه شيء؟ نعم، على كل حال الفرع واضح. الفرع الذي بعده وزكى. نعم، الإنسان الذي أخرج الزكاة من حوله بقليل. نعم، فتجزئه أم لا؟ نعم، على الشطر الأول بأن ما خرب الشيء لا يعتبر حكمه فإنه يجزئه. نعم، على الشطر الثاني بأن ما خرب الشيء لا يعتبر حكمه فإنه يجزئه. نعم، ولكن هذا القرب قد اختلف فيه علماء المذهب على أقوال متعددة، أبعدها ما هو؟ أبعدها كما ذكرنا ثلث السنة الذي هو نعم، أقربها نعم يومين أو ثلاثة،
أقربها أوسطها الشهر، وهو القول الذي رجحه أي نعم تمام تماما كشهرين. أما الفرع الذي بعده، الفرع الذي بعد هذا، من منكن يجيب تجيب نعم وإلا يجيب الإخوة نعم تفضل. الذي أحرم وكان قد مس الطيب بالقرب ثم أزاله، أحرم ثم أذي عليه الطيب وأزاله من قربين. نعم من قربين ثم أزاله. نعم ما قرب شيء إلى طعم فلا شيء عليه، فلا فدية عليه، فلا فدية عليه. وقلنا بأن ما قرب شيء لا يبقى فعليه فدية، والراجح أنه لا فدية عليه لأنه ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأن هذه القاعدة تارة يرجح فيها الشطر الأول وتارة يرجح فيها الشطر الثاني بحسب قوة المناط، بحسب قوة المناط، لأن الحكم دائما يدور مع العلة وجودا وعدما، ومعنى دورانه مع العلة وجودا وعدما حتى قوة العلة، كلما قويت العلة والمناط كلما جذبت الحكم إليها. ثم من الفروع أيضا فرع نعم أضحية نعم أقل من الثلث نعم نعم، لكن هناك تفصيل بين ما قطع من الأذن وما قطع من أيوة من الذنب، ما هو التفصيل؟ نعم أيوة أي نعم تمام، في الأذن قليل لأن الذنب في الحقيقة هو أيوة نقص فيها تمام، بخلاف الأذن إن المقصود هو ما العلة العامة هي العيوب، عيوب الأضحية، فكلما كان هذا العيب في مكان ما أقوى فإنه يجذب الحكم، كلما كان أضعف فإنه لا يجذب الحكم. نعم الفرع الذي بعده النكاح نعم أراد به العقد الذي وقع قبل ابن الزوجة أو الولي بقليل نعم، وهذه مدة قد تقدر بالزمن كاليوم واليومين تقدر بالمكان نعم، أن يكون في أطراف المدينة نعم تماما، ثم جاءت الزوجة بعد ذلك بقليل أو الولي لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه صحة العقد نعم تماما. هذا العرف هو مقدر في الحقيقة بالعرف، هذا مقدر بالعرف نعم. الفرع الذي بعده نعم نعم فلا إشكال نعم، وإذا كان خمسة أيام مثلا فهذا يعتبر كثيرا، إذن ما قارب الشيء هنا يعطى حكمه على القول الأرجح، ولكن إذا كان كثيرا فإنه لا يصح لأنه سيؤدي إلى محظور وهو بيع الكالئ بالكالئ الذي ورد النهي عنه. من الفروع التي سبقت أيضا فرع الصرف وهو بيع معاملة بمعاملة نعم كشخصان اللذان اشترك في ذهب نفقة نعم والصرف يشترك فيه تقرر في المجلس نعم فسلف أحدهم عن عقوده نعم أي نعم نعم أي تمام، وهذا أمر يقع اليوم عند الناس ويقع كذلك بالنسبة للبنوك، فيقع هذا كثيرا. من هذه الفروع أيضا التي سبقت نعم فرع ثونية نعم أي نعم هنا إذا باع نعم ولكن نعم إذا المقصود ببيع الثنيا هو بيع هنا معين الذي هو هو شرط، يعني بمعنى أن البائع كان قد إن آتيتني على بمدة معينة فأنت مقال، أنت مقال من هذا البيع، ففاتت هذه المدة مثلا بماذا؟
بيوم أو يومين هل يعتبر ذلك قليلا؟ وحينئذ فإن بقاء الشرط يبقى على شرطه، أو نعتبر ذلك كثيرا وعليه فإنه يلزمه البيع ولا يصح له أن يرجع في ذلك. نعم. ومن هذه الفروع أيضا فرع نعم ومراد بالعدلة هي ضمان العيوب التي تظهر بعد السلعة. نعم. يكون قد اتفق على منتج معين. نعم. ثم لم تظهر هذه العيوب إلا بعد انقضاء هذه المدة يوم أو يومين. نعم. فهل يجوز للمشتري رد هذه السلعة أم لا؟ إيه. نعم. لأن ما قال شيء لقطعه فله أن يردها أن قلت إيه. لأن ما قال شيء ما قال شيء لا يقطعه فليس له حق. إيه تمام. الفرع الذي بعده. نعم. نعم. والمراد به الصرف الذي وقع على سلعة ما ثم بعد وقوع الصرف استحق البيع سلعته. فإن قلنا أن الشيء أن ما قرب الشيء يعطاه فإن الصرف يلغى. نعم. وقلنا بأنه لا يعطى لا يعطاه فإن الصرف يبقى وتبقى قيمة قيمة ما. ولكن الراجح في هذا الفرع هو ما ذكرناه وهو أن الشيء لا يعطى أنه لا يعطى. أي نعم نعم. نعم نعم لقاعدة أخرى. ما هي القاعدة التي ذكرنا؟ أيوة، لأنه لا يرجع إلى شيء مجهول، لأن الرجوع سيكون إلى شيء مجهول وهذا لا يمكن. من الفروع أيضا فرع الذي نعم معين السلعة الحاضرة التي بيعت وحقها أن تقبض تأخر قبضها مدة يسيرة كيومين نعم. هل عشطي القاعدة؟ نعم. إذا قلنا بأن ما قرر حكمه فلا بأس. نعم. أي قلنا بأنه لا يعطى حكمه فإن البيع سيكون فاسدا لأنه سيؤدي إلى محظور وهو أي نعم تماما. ومن الفروع أيضا فرع نعم المراهق. والمراد به الشخص الذي قرب البلوغ. نعم. يعني كلها الأحكام التي تلزم البالغ هل تلزمه لأنه قارب البلوغ أم لا؟ قيل نعم بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم نعم وهو الراجح. والفرع الذي بعده توقفنا هنا نعم صانع توقفنا في هذا الفرع الذي هو لكن ما زال بعد الفروع ما زال تفضل المرأة نعم إذا أعطت المرأة زوجها قدر من المال صارت عليه ألا يتزوج عليها نعم فإذا بهذا الزوج يتزوج عليها فهل نقول أن ما قال شيء يعطاها أي يجب على الزوج أن يرد إليها منها أم أنه لا يرد إليها منها أي في هذا سنتين أو سنتين أي نعم تماما. من الفروع أيضا فرع نعم صانع نعم. وإنه ادعى أنه قدر صنعه وأعطاه منه. نعم. فإذا قام عليه بقوله فإن نعم. قوله بصدقه فيه. أي صحيح. إذا قام على الوالد فإن قرر الصنع ولا أغنى. نعم تماما. كذلك فرعه. نعم. إن المراتب الرجال تغلى عليها نعم. برعد بكل ثم يختلف برعد بكل ثم يختلف برعد بكل نعم. أي نعم هل يصح لها أم لا يصح لها مثلا إذا كان تبرعها متقاربا فهل يعطى لها حكم هذه القاعدة التي ما قارب الشيء يعطى حكمه إن قلنا بأنه ينزل عليها ما قارب الشيء يعطى حكمه فإنه يرد الثلث أيوة تماما لماذا لأن لزوجها الحق عن المالكية أن يوقف هذا ذلك الثلث اللهم إلا إذا أجازه فإذا أجازه فإنه يكون جائزا نعم تعال نتوقفنا هنا ربما. نعم إذن هذا هو الرفع الفرع ربما السادس عشر نعم توقفنا عند الفرع السابع عشر الذي أشار إليه المؤلف بقوله خيار نعم بيع الخيار هو بيع وقف بته على أحد الطرفين بمعنى أنه لا يبت فيه
وإنما يعقد على الخيار، والخيار أنواع، منه خيار الشرطي وخيار التروي، والمقصود به هنا خيار التروي، وهو الشخص الذي اشترى سلعة وقال للبائع أعطيني فرصة لأختبر هذه السلعة، وحينئذ سأمضي معك البيع أو لا أمضيه، وحدد له مدة معينة، حدد له مدة معينة 3 أيام مثلا أو أكثر من ذلك. فلما مضت تلك المدة في آخر يوم من هذه الأيام بعدما غربت الشمس، جاء هذا المشتري يريد أن ينقض البيع، فهل يعطى له حكم الخيار؟ وحينئذ له الحق في أن ينقضه، وذلك لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأنه جاء من بعد غروب شمس آخر يوم بقليل من الزمن. أما إن جاء بعد يوم أو يومين أو أيام فإنه لا حق له في أن ينقض هذا البيع. وعلى كل حال الظاهر أنه إذا أتى قريبا فإنه يكون له الحق في نقض البيع، هذا المقصود ببيع الخيار. الفرع 18 أشار إليه بقوله مستحق. المراد بالاستحقاق هنا هو رفع ملك بثبوت ملك قبله، رفع ملك بثبوت ملك قبله، هذا هو الاستحقاق. هذا الاستحقاق له صورتان، الصورة الأولى أن يستحق جل السلعة التي بيعت، والصورة الثانية أن يستحق أقل السلعة التي بيعت. أما صورة الاستحقاق الكامل فهذه لا إشكالة، لا تدخل معنا. صورة الاستحقاق الكامل إن استحقت السلعة كاملة فهذه يفسخ معها البيع، لكن إن استحق الجل أو استحق الأقل، والأقل عند المالكية دائما يقدر بالثلث، الأقل دائما يقدر بماذا؟ بالثلث، والنادر عندهم هو أقل من الثلث. صورة هذا الفرع هو الشخص الذي باع سلعة لشخص آخر ثم استحق جزء قليل من تلك السلعة، الثلث فأقل، وهذا لا يوجب الفسخ، أي إذا استحق القليل من المبيع فإنه لا يوجب الفسخ، وحينئذ فإن هذا البيع يكون منعقدا. وصورة هذه التي نحن بصددها هي صورة المقومات، أي الأشياء التي هي من قبيل المقومات. إذن هذا الشخص الذي باع سلعة مقومة لشخص آخر ثم استحق جزء من تلك السلعة الثلث فأقل، فإن البيع سيكون ماضيا، لأن استحقاق القليل لا يوجب الفسخ، وعلى هذا المشتري أن يعوض المستحق قيمة مستحق منه، قيمة ذلك الثلث أو الأقل. من الذي يعوضه؟ أيوة البائع، نعم تماما. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أعطى حكمه، أنه لما كان قليلا إذن ما قارب الشيء أعطى حكمه. أما إذا كان هذا المبيع عبارة عن المثليات ففي هذه الحالة إن استحق الجل فإن المشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. نعم، إذن هذه صورة هذا الفرع. فرع الذي بعده وشفعة. هذه الفرع يمكن أن يكون له صورتان،
الصورة الأولى وهي ما إذا كان هذا البائع الذي باع شقصه وكان شريكا لشخص آخر، رجلان شريكان في شيء غير مقسوم، أحدهما باع نصيبه لشخص آخر، وكان بينه وبين هذا الشخص الذي باعه له مودة أو قرابة، فتنازل له عن بعض الثمن لما بينهما من المودة أو القرابة، ثم أراد شريكه أن يشفع، فهل سيأخذ ذلك النصيب بنفس الثمن الذي كان فيه هذا التجاوز، الذي هو تجاوز من البائع للمشتري لأجل هل يسقط عنه هذا التبرع الذي تبرع به؟ لا، البائع أي للمشتري، هل يسقط أم لا يسقط؟ قيل يسقط، ولكن إذا كان قليلا، إذا كان إيش؟ قليلا، لأنه إذا كان قليلا يقال ما قارب الشيء يعطى حكمه، أما إذا كان كثيرا فلا. إذن إذا كان كثيرا فلا، لأنه لا يدخل في القاعدة، وإذا كان قليلا فنعم. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية، إذا مضت مدة الشفعة باش بقليل، اللي هي سنة باش بقليل، مثلا بيوم أو يومين، فهل له الحق في أن يشفع أم؟ أي هذا بالنسبة لاش؟ للحاضر. أما بالنسبة للمسافر فمتى جاء فإنه يشفع تماما. إذن هاتان صورتان لهذا الفرع. قال وصية. المراد بالوصية هنا هو الشخص الذي أوصى أن يباع عبده لشخص معين، قال قبل موته إذا أنا مت فبيع عبدي لفلان، فلما مات هذا الشخص فإذا بالورثة يريدون أن ينفذوا وصية أبيهم، فجاءوا إلى هذا الشخص الموصى له ببيع العبد، فقالوا له إن أبانا قد أوصانا أن نبيع لك هذا العبد، فأبى، قالوا أنا لا رغبة لي في شرائه، لأنه إن قبله فلا إشكال، لكن الصورة التي ستتنزل عليه القاعدة هو أنه أبى، قال أنا لا رغبة لي في شراء هذا العبد. فماذا يفعل هؤلاء الورثة؟ هؤلاء الورثة الآن بإمكانهم أن يسقطوا من هذا العبد الثلث ويبيعونه، وذلك لأنه عندنا الثلث دائما هو قليل، ويعرضونه على هذا الشخص الموصى له، يقولن له الآن نسقط عنك الثلث فخذه، فأبى حتى بهذا التنازل أبى، فلهم كذلك أن يسقطوا هذا الثلث ويبيعوا، لأن الثلث دائما هو الذي يمثل القلة. نعم. ثم قال وما لحق من كثمار. وما لحق من كثمار، المراد بهذا الفرع الشخص الذي اشترى أصولا، اشترى أصولا، وهذه الأصول عبارة عن أشجار، إما أشجار نخيل، وإما أشجار عناب، وإما أشجار برتقال، وإما أشجار تفاح. إذن اشترى هذه الأصول التي عبارة عن أشجار وفوقها ثمار، وهذه الثمار لم تنضج بعد، هي في طريق النضج ولكنها لم تنضج بعد، ثم أراد أن يشتري هذه الثمار التي عليها قبل نضجها وهي قريبة من النضج، فهل له الحق في ذلك؟ هنا ننزل القاعدة، قلنا بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، نعم لهم الحق
له الحق في أن يشتري تلك الثمار الملحقة التي سوف تنضج بعد حين، بعد قليل، سواء كانت تلك الثمار تمرا على النخيل أو كانت تفاحا على شجر التفاح أو برتقال على شجر إلى آخره. ويشترط في ذلك أن يكون هذا الشخص الذي اشترى هذه الأصول لا زالت هذه الأصول بيده، أما إذا باعها للغير فلا حق له في تلك الثمار لأنه لم يبقى الأصل بيده حتى يستحق الإلحاق تماما. وكذلك مال العبد، من اشترى عبدا مثلا ثم بعد ذلك أراد أن يشتري مال هذا العبد بقليل لم تمضي مدة طويلة، فهل له ذلك؟ كذلك تنزل القاعدة على هذه الصورة فيقال ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن هذه الثمار فإن لمن اشترى أصولها إن كانت قريبة النضج أن يشتريها بشرط أن يكون الأصل لا زال بيده. وكذلك القصيل، كذلك القصيل اللي هي الفصاء وما غيره، هو أراد أن يشتري الخلفة بعد أن اشترى الأصل الذي هو القصيل، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك بالشرط الذي ذكرناه، وهو أن يكون الأصل ما زال بيده وأن يكون كذلك قريبا. شرطان، ما شرطان؟ شو؟ القرب ثم لا يزال الأصل بيد المشتري. نعم، ولهذا قال كثمار، قد أشار إلى ذلك ميار رحمه الله في نظمه حيث قال وما يجوز بيعه بالتبائي فشرطه بقاء متبوعين فعي، يحفظ هذا. ثم مثل بقوله كبيع خلفتين، خلفة القصيل ومال القن الذي هو العبد، وكذلك الثمار، وكذلك الزروع وما شبه ذلك. ثم قال مكترين، المراد بهذا الفرع الشخص الذي اكترى دارا أو اكترى سيارة، على كل حال اكترى دارا ثم هذا الكراء كان على ما يسمى عند الفقهاء بكراء الوجيبة. كراء الوجيبة هو الكراء الذي يكون مشاهرة أو مسانهة، يكون مشاهرة على حسب الشهور أو على حسب السنوات، وتحدد القيمة بحسب الشهر أو بحسب السنة، هذه التي تسمى عندهم بالوجيبة. فحين ينقضي الشهر أو تنقضي السنة على هذا الشخص المكتري أن يسلم أجرة الكراء للمكري. الصورة التي نحن بصددها هو أن الشخص المكري بعد نهاية الشهر بقليل أو نهاية السنة بقليل ادعى أن المكتري لم يعطيه أجرة الكراء، وادعى المكتري أنه قد أعطاه أجرة الكراء. فإذا كانت هذه المدة كما ذكرنا قليلة فإن الحق يكون للمكتري فيقضى له بأنه أدى ثمن، لأن العادة هي أنه بمجرد ما ينتهي الشهر أو تنتهي السنة فإن المكتري يسلم أجرة الكراء للمكري، هذه العادة. ولكن يعزز ذلك بيمين يحلف بأنه قد أدى له الأجرة، فيكون الحق لمن؟ يكون للمكتري. نعم، أما إذا بعدت المدة فإن الحق يكون لمن؟
ولكن بشرط أن يعزز ذلك كذلك باليمين. نعم. قال مع وكيل. مع وكيل هذا فرع آخر، وصورة هذا الفرع أن يوكل شخص شخصا آخر في بيع شيء أو في شراء شيء ويحدد له الثمن، فيقول له بيع لي هذه، وكلتك أن تبيع على هذه السيارة مثلا بعشرة، فباع له السيارة بأقل من عشرة بقليل، أو وكله أن يشتري له سيارة بعشرة وزاد عليه الموكل بقليل، فهذا القليل إن نزلنا عليه القاعدة وهي ما قارب الشيء يعطى حكمه يمضي، وعلى هذا الموكل أن يعطيه ما زاد وأن يقبل ما نقص، ما نقص فش في البيع وما زاد في الشراء. نعم. قال وناظرين وشبهها من نعم وناظر، المراد بالناظر هنا ناظر الأيتام، ناظر الأيتام سلم لهم أملاكهم، سلم لهم أموالهم قبل ماذا؟ قبل أن يتأكد من رشدهم، قبل أن يتأكد من رشدهم، بمعنى أنه أسرع في تسليم المال لهؤلاء الأيتام ولم يشهد ولم يتأكد من رشدهم، فادعوا عليه ذلك، أي ادعوا عليه أنه ربما لم تسلم لنا أموالنا، فهل لهم الحق في ذلك وعليه هو أن يعطيهم ادعوه عليه؟ نعم، قلنا إذا أعطي الشيء قريبه، ما قارب الشيء يعطى حكمه، لأنه هو الآن تعجل في تسليم الأموال لهؤلاء، والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا كبيرا. آنستم هنا هذا التعبير فيه إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد العلم، بل لا بد أن يصل الإدراك إلى هذا النوع من الوصف، لأن آنس بمعنى أنه صار يعلم ذلك بمثابة الشيء المحسوس، بمعنى أن المدركات كلها شاركت في هذا الإدراك، المدركات كلها من مشاعر وأحاسيس وما إلى ذلك، ولذلك فإذا تعجل فعليه ماذا؟ عليه الغرم. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا هو المراد الآن بماذا؟ بالوكيل. نعم. قال بالناظرين. نعم بالناظر مش بالوكيل، بالناظر. نعم. قال وشبهها. هناك فروع أخرى تشبه هذه الفروع التي ذكر المؤلف رحمه الله، وهذه الفروع هي كثيرة، والفروع التي نذكرها هي بالنسبة لهذه الفروع التي ذكر قليلة، ولكن في نفسها ليست قليلة، لأنك إذا أردت أن تقارنها مع هذه الفروع التي ذكرها فهي قليلة، فمثلا ذكر هنا 24 فرعا، قد تكون الفروع التي بقيت لم تبلغ هذا العدد، ولكنها كثيرة في نفسها،
فمثلا لو تعدت عشرة ألا تكون كثيرة؟ لأن ما هو القليل؟ ها العشرة هي التي تمثل ماذا؟ القلة. مو فوق العشرة؟ أيوة، كان عندنا جموع القلة وجموع الكثرة. جموع القلة هي أيوة، وجموع الكثرة إذا كانت عشرة فما فوق، هل تكون كثيرة أم تكونش كثيرة؟ لا تكون كثيرة، ولكن هذه البضعة عشر 11 ولا 12 إذا قارنتها مع 24 تكون قليلة ولا لا؟ تكون قليلة تماما. إذن هي إيش؟ كثيرة في نفسها، قليلة بالنسبة لهذه الفروع التي ذكر، مفهوم؟ ولهذا قال هو هنا وشبيها من القليل، وشبيها من القليل أي من القليل بالنسبة لما ذكر لا بالنسبة لها هي في نفسها. ومن ذلك مثلا من استعار دابة ليقطع بها مسافات معينة ثم تعد بها تلك المسافة قليلا، وإذا بالدابة تتلف أو تصاب بشيء ما، فهنا إذا نزلنا الشطر الذي يقول ما قارب الشيء أعطى حكمه فإن عليه الضمان. ليس عليه ضمان، لا نقول ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أعطى حكمه، ليس عليه ضمان. لماذا؟ نعم، أي في غير الدابة. نعم تماما، وكذلك وشبهها هذه قاعدة ترى الفقهاء يستدلون بها في مواطن متعددة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الحكم مالك لمن له سبب جار بتملك قد اقتضى الطلب. نعم، هنا انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى قاعدة أخرى من قواعد هذا الباب، وهي القاعدة التي يعبرون عنها بقولهم هل من جرى له سبب الملك أو الملك أو سبب المطالبة بالملك يعتبر مالكا أم لا؟ من جرى له سبب المطالبة بالملك هل يعتبر مالكا أم لا؟ أو قل من مالك السبب الذي به يملك هل يكون في حكم المالك أم لا؟ مالك السبب الذي به يملك هل يكون في حكم المالك؟ أي ينزل منزلة المالك بالفعل فيوصف مالكا حكما، يوصف مالكا باش حكما مش فعلا، لا حكما، وحينئذ سينزل منزلة المالك فعلا فيجري عليه ما يجري على المالك فعلا. قيل نعم، لأنه هو الذي لم يستعمل السبب، لأن السبب بيده، سبب الملك أو الملك بيده، فهو الذي عطل السبب وحينئذ سيتحمل مسؤولية الملك. قيل نعم وقيل لا. وهذه القاعدة أيضا لها فروع ولها تعبير آخر سيأتي لنا، وذلك التعبير هو الذي انتقد به الإمام القرافي رحمه الله هذه القاعدة. إذن نأتي إلى فروعها. الفرع الأول كقادر، المراد بالقادر هنا هو الشخص الذي هو قادر على أن يملك ولكنه لم يستعمل ما قدر عليه، لم يستعمل ما قدر عليه ليحقق به المراد. وله صور، الصورة الأولى هي صورة صاحب السلس، صورة صاحب السلس الذي هو قادر على أن يرفع السلس عنه إما بالتداوي وإما بالتزوج الزواج، ما بالتسري ما بقاش التسري في هذا الزمان. إذن هو قادر على أن يرفع هذه العلة التي به، فهل يبقى متمتعا بالرخصة برخصة ما؟ أيوة. أم نقول له الآن مالكت
السبب الذي يجعلك غير 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 متمتع بهذه الرخصة وغير أهل لهذه الرخصة. فإذا يلزمك ما يلزم الصحيح. لماذا؟ لأنك أنت ملكت السبب الذي يجعلك صحيحا غير غير سقيم بهذا. أيوة نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهو القادر على التكسب، الفقير القادر على التكسب، فهل يعطى من الزكاة أم لا؟ هو فقير من أهل الزكاة ولكنه قادر على التكسب ليرفع عنه الفقرة، فنقول له أنت الآن كأنك غني حكما، وذلك لأنك قادر على أن ترفع عنك هذا الوصف الذي هو الفقر، ولذلك لا تعطى من الزكاة. أم يعطى من الزكاة؟ هذا الراجح فيه أنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لا سيما إذا لم يجد عملا، لقد لا يجد الإنسان عملا. نعم. ومما أدخلوه في هذا الفرع كذلك الوالدان القادران على التكسب، فهل يجب على ولديهما أن ينفق عليهما أم لا؟ لأنهما في حكم القادرين على رفع الفقر عن أنفسهما. والظاهر في الفرع أنه يجب عليه نفقتهما. نعم. ثم من الفروع أيضا المقارض، المقارض أو المقارض يجوز فيه الوجهان. عملية القراض هي التي تكون بين صاحب المال وبين العامل في المال، هذه العملية التي تنعقد بين شخصين، بين صاحب رأس المال وبين العامل في ذلك المال. لو أن هذا العامل الذي هو المقارض أو المقارض، لو أنه عمل في هذا المال ثم ظهر الربح، ظهر الربح قبل أن يقوم بعملية الحساب، بمجرد ظهور الربح هنا سيكون مالكا على حسب هذه القاعدة، لأنه ملك ماذا؟ ملك السبب، وحينئذ سيبدأ حوله أو سيكون واجب عليه ماذا؟ واجب عليه إخراج الزكاة. فلو أن هذا المال لم تجب فيه الزكاة لأنه إما أن يكون صاحبه مدينا وإما أن يكون كافرا، فهل يجب عليه أن يزكي لأنه الآن ملك السبب؟ فنعم، هذا هو الراجح في هذا الفرع، أنه يجب عليه أن يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب، ولا يعتبر ماذا؟ ولا يعتبر هذا المال، لا يقول مثلا أنا تابع لهذا المال، إن وجبت فيه الزكاة تجب عليه الزكاة وإن لم تجب فيه الزكاة لا. وستأتينا قاعدة أخرى في هذا النظم إن شاء الله تعالى تقول هذه القاعدة: إذا سقطت العين هل يسقط الحق الذي تعلق بها أم لا؟ نعم. ثم قال: ومن سرق، ومن سرق، هذا فرع آخر كذلك من الفروع. القاعدة في الحقيقة مش إذا سقط الحق، لا، القاعدة هي إذا بطل الأصل هل يبطل الفرع، هذه القاعدة، إذا بطل الأصل هل يبطل الفرع، أو إذا انتفى الأصل هل ينتفي الفرع، هذه التعبير، شو التعبير؟ إذا انتفى الأصل هل ينتفي الفرع، هذه القاعدة. لأن انتفى الأصل هنا، شو الأصل الذي يتجب فيه؟ الزكاة. هاك انتفى الآن، بماذا قلنا؟ إما بالدين وإما بالكفر وإما حتى بالضياع، ولكن بقي هذا ربحه في يده وبلغ النصاب فيجب عليه أن يزكيه. نعم. إذن الفرع الذي أشار إليه هو من سرق، ومن سرق، ومن سرق. المقصود بهذا الفرع هو المجاهد في سبيل الله
الذي له الحق فيها في الغنيمة بعد انتهاء المعركة، له الحق في هذه الغنيمة التي غنمها المسلمون، ولكن قبل أن تقسم هو سرق هذه الغنيمة قبل أن تقسم. والمالكية عندهم لا يستحق نصيبه إلا بعد القسم. هو تعجل ذلك وسرق قبل القسم تماما. فهل تقطع يده لأنه سارق أم لا تقطع يده؟ بشرط أن يكون قد أخذ النصاب الذي تقطع فيه اليد. إن قلنا بأن من ملك السبب، ملك السبب الذي به يكون مالكا، فإنه لا تقطع يده لأنه ملك السبب، السبب الذي به يستحق نصيبه الغنيمة. وإن قلنا لا فإنها تقطع يده. وهناك من فصل في هذه المسألة كما ذكرنا، والظاهر أنه في الحقيقة لا تقطع يده، أولا لوجود الخلاف، لأن الشافعي يقول بمجرد ما تغنم الغنيمة يكون له النصيب، وإحنا عندنا من القواعد مراعاة الخلاف. والقاعدة الأخرى إدراء الحدود باش الشبهات. نعم قال وشفعة، المراد بهذا الفرع هو الشخص الذي كان له نصيب مع شخص آخر، ثم إن ذلك الشخص الآخر باع نصيبه، والشخص الثاني أيضا باع نصيبه بعد بيع الشخص الأول نصيبه، فهل يبقى له المطالبة باش بالشفعة بعد أن باع نصيبه؟ إن قلنا بأن من ملك السبب فله الحق في فله الحق في ذلك، لأن عنده السبب. ما هو السبب؟ تماما. وإن قلنا لا فلا يحق له ذلك. وهناك من فصل أيضا في هذا الفرع فقال إن كان عالما بالبيع فإنه لا حق له في ذلك، وإن لم يكن عالما بالبيع فله حق في ذلك، وهذا تفسير حسن. ثم قال تيمم، المراد بهذا الفرع هو الشخص الذي كان فاقدا الماء، فاقدا للماء وخشي خروج الوقت، فقام فتوضأ، قام فتيمم. فلما تيمم قبل أن يصلي أتاه شخص بالماء، فهل يبطل تيممه ويجب عليه أن يتوضأ بذلك الماء الذي أتاه به هذا الشخص أم لا؟ هنا ننزل القاعدة، ولكن تنزيل القاعدة يحتاج إلى بيان. ما هو البيان؟ البيان هنا هل هذا الشخص الذي تيمم سيشعر بالمنة عليه بهذا الماء الذي أتاه به شخص آخر؟ إن كان يشعر بالمنة فله الحق في أن يمضي بتيممه ويصلي، وذلك لأن المؤمن لا يمتن عليه أحد ولا يقبل الامتنان عليه حتى في هذه الحالة، حتى في امتنان عليه بالماء الذي هو مطلوب ومؤكد وواجب، ومع ذلك إن كان الشخص الذي سيعطيه هذا الماء سيمن عليه به فإنه له الحق في أن يرفضه وأن يبقى على تيممه. وإن قلنا وإن قلنا بأنه بهذه القاعدة هذه اللي هو إيش؟ هو لأنه ملك السبب. شكون السبب الذي ملك؟ ملك السبب الذي هو الماء، ولكن عارضه مانع،
شنو هو المانع؟ هو الشعور بالمنة. فإن زال الشعور بالمنة فالراجح أنه عليه أن يقبل هذا الماء، إن زال الشعور بالمنة، لأن المانع الآن قد زال، فرجعنا إلى الأصل الذي هو وجوب، أيوة، لأن وجود الماء يرفع التيمم، وهو كذلك. إذن هذا هو المراد بقوله تيممين. نعم، قال ومستحق. المستحق المراد به هنا هو الشخص الذي اشترى سلعة من شخص آخر واستحق منه جلها، استحق منه جلها، وهذا الجل مثلا عندما يستحق فإنه يكون بمنزلة استحقاق الكل، إن استحقاق الجل استحقاق الكل، فحينئذ سيكون البيع مفسوخا، فلم يبقى إذن إلا القليل، قد يكون ذلك في المقومات وقد يكون ذلك في المثليات. مثلا في المقومات اشترى 10 من الأثواب أو 10 من الكتب أو 10 حتى من السيارات، فاستحق جل تلك السلعة، استحقت منها 8، فلم يبقى إلا 2 فقط، فهل له الحق في أن يتمسك بالاثنين؟ لأن 8 الآن قد شملها الاستحقاق، فلا حق له في ذلك، إنه فسخ البيع الآن. هذان الاثنان هل له الحق في أن يتمسك بهما أم لا؟ هنا ننزل القاعدة التي تقول بأن من مالك السبب يكون مالكا لماذا؟ مالكا للشيء. هنا مالك السبب أم لا؟ مالك السبب، ما هو؟ العقد. لأن هل الاثنين معقود عليه ولا مش معقود عليها؟ معقود عليها. هل له أن يتمسك بهذين الاثنين أم لا؟ قيل نعم له أن يتمسك بهذين الاثنين، وقيل لا، ومستند من قال لا هو أن ثمنهما مجهول، لأن ثمنهما كان ضمن ثمن السلعة كلها. أما لو تعين ثمنهما فهذا محل اتفاق أن له أن يتمسك بالاثنين. لو عرف مثلا كل ثوب أو كل كتاب أو كل سيارة معلومة ثمن فهذا لا حرج، إنما محل الشاهد إذا لم، أيوة تماما. ومع ذلك فإن المشهور هو جواز التمسك بهذين الاثنين، وذلك لأنه لا يترتب عليهما أي محظور تماما. هذا هو معنى الاستحقاق هنا. ثم قال وعاد من ملك أن يملك هل يعد مالك القرافي فبطل. نعم، الإمام القرافي رحمه الله هذا الإمام الجليل الذي هو من الأئمة الأفذاذ، وهو مالكي، ولكنه كان يسكن في مصر رحمه الله تعالى. تعرفون قصة تسميته بالقرافي؟ تعرفون؟ أيوة نعم. وكان ذات يوم غائبا لما اجتمع طلبة المدرسة، وكان في هذا الحي الذي يسمى بالقرافة، فقيل أين فلان؟ فقيل في القرافة، فنعته القرافي، بقيت القرافي عليه إلى يوم الناس هذا. الإمام الجليل صاحب الإبداع في الفقه الإسلامي، صاحب الإبداع في الفقه الإسلامي، متوفى سنة 40 زيد 84 و600 رحمة الله تعالى عليه. هو عاب على الفقهاء
هذه القاعدة، ولكن بصيغتها التي أشار إليها رحمه الله. والصيغة هي، لأن لها صيغتين، الصيغة التي سبق ذكرها هذه لا إشكال فيها، والصيغة الثانية هي من مالك أن يملك، فهل يعد مالكا؟ من مالك أن يملك هل يعد مالكا؟ أولا هذه القاعدة هي قاعدة مختلة من حيث المضمون والمعنى ومن حيث الشكل والمبنى، مختلة لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. من حيث الشكل والمبنى فإن فيها تكرارا، فيها تكرارا، وهذا النوع من التكرار القواعد تأباه، لأن القواعد هي قواعد متينة، قواعد موجزة ومتينة، وليس في هذا النوع من التكرار. من مالك أن يملك فهل له أن يملك، هي كلمة مالك تكررت عدة مرات. إذن فيها اختلال من ناحية المبنى وفيها اختلال من ناحية المعنى. من ناحية المعنى أنها ليست كالقاعدة السابقة، القاعدة السابقة من مالك سبب ماذا؟ سبب المطالبة بالملك فهل يعد مالك، هذا ملك السبب. أما هذه من مالك أن يملك، ولذلك تصدق على كل أحد. ومن هنا فإن القرافي رحمه الله تعالى ألزم الفقهاء بمقتضى ما تفيد هذه القاعدة بلفظها، ألزمهم بإلزامات. من هذه الإلزامات أن الشخص الذي هو قادر على أن يزني فهل يقام عليه الحد، هل يعتبر زاني ليقام عليه الحد؟ لأنه مالك أن هو يستطيع لما يستطع يستطع. وكذلك من استطاع من مالك قوة على أن يسرق، وكذلك من استطاع أو من مالك القوة على أن يشرب الخمر، وكذلك الشخص الذي هو قادر على أن يجمع مالا بالتكسب من أجل أن تكون الزكاة واجبة عليه، هل نقول له إن الزكاة واجبة عليك؟ ويجمع الفقهاء على أن هذه الأمور كلها باطلة. ولذلك فما ألزم القرافي رحمه الفقهاء به لا يلزمهم في شيء أبدا، ولا يخطر ببالهم أنهم رحمهم الله تعالى يقصدون هذه الصور التي تخيلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله راد هذا القول بقوله فبطل، أي بطل ما ألزمهم به رحمه الله تعالى. وقد رد شارحه النشاط رحمة الله تعالى عليه، وهذا شرح فروق الإمام القرافي رحمه الله بكتاب جميل جدا. ولذلك لا بد لمن يريد أن يشتري هذا الكتاب الذي هو كتاب الفروق أن يكون مع هذا الشرح الذي هو أنواء البروق على فروق. نعم تماما. ابن الشاط المتوفى سنة 23 و700. نعم. قال رحمه الله وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم بالفراغ. نعم. هنا دخل بنا المؤلف رحمه الله تعالى في قاعدة أخرى، هذه البقية شيء من الوقت إن على كل حال يمكن نكتفي بها القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.